ترأس صباح اليوم وزير التدريب وترقية المهن آدم دنجاي ناكور أعمال الافتتاح الرسمي للأسبوع العالمي للشراكة بشات الذي نظمته شبكة الشباب من أجل التنمية والقيادة. محمد حسن آدم. تحت إشراف وزير التدريب وترقية المهن آدم دنجاي ناكور جيت جاءت الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأسبوع العالمي للشراكة بتشاد الذي نظمته شبكة الشباب من أجل التنمية والقيادة، وذلك تحت موضوع ما هي الطريقة المثلى لتنمية وتعزيز الشراكة. رئيس اللجنة التنظيمية لهذه المناسبة محمد كريستيان قال إن الهدف من تنظيم هذا الأسبوع هو تقوية كفاءات الشباب في مجال إنشاء المشاريع الإنمائية والمؤسسات الخاصة. المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير عثمان محمد نور إليمي أكد بأن مثل هذه المبادرات تسهم في تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار في شتى المجالات. وزير التدريب وترقية المهن أكد هو الآخر أهمية هذا الأسبوع في تفعيل سياسة الوزارة الرامية إلى تنمية الشراكة. اليوم جينا فكينا أسبوع هنا الانتربرينيريا، الفكرة مرق من شباب وشيد البرنامج ده رئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي تنو كل شيء اللي في ليدينا بلا شباب التنمية ما بكون. هذا وفي نهاية المناسبة فقد تفقد الوزير والوفد المرافق له الجناح الخاص بعرض المنتوجات المحلية لا سيما أجنحة المنتوجات الزراعية وتنمية العالم الريفي. عندنا إنتاج محلي ما شاء الله، مصرنا ده يعني ممكن نوسع فوقها وقاعدين نشتغل، وإن شاء الله يعني نتمنى أنه يوصل لكل مواطن وتمنى أرخص ثمن. وننوه إلى أن فعاليات هذا الأسبوع ستستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري. ترأس صباح اليوم وزير التجارة حامد محمد كوة ممثلا لرئيس الوزراء أعمال افتتاح الملتقى الثالث للبعثة الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات، وذلك في إطار فتح فرص للأعمال المحتملة والاستثمارات. محمد عثمان بشير. نتائج الطاولة المستديرة التي انعقدت بباريس العاصمة الفرنسية حول الخطة الوطنية المرحلية للتنمية 2017-2021 لا زالت تعطي أكلها يوما بعد آخر، حيث هذه المرة يأتي انعقاد هذا الملتقى الذي جاء في إطار النسخة الثالثة من البعثة الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات لفرص الأعمال المحتملة والاستثمارات من أجل تمويل المشاريع التي ستقدم من قبل المشاركين المحليين في هذا الملتقى وفي مجالات مختلفة مثل المياه، الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة المتجددة والصرفة ومختلف الأعمال الحرة والاستثمارات الحيوية، حيث أكدت بهذه المناسبة قنصل تشاد لدى مملكة هولندا سولانج دوماي بأن الدبلوماسية التشادية باتت تتجه أكثر نحو متابعة المانحين الذين تعهدوا خلال الطاولة المستديرة بدعم وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية المحلية، ذلك ما ذكر أيضا من قبل سفيرة البلاد لدى مملكة بلجيكا عزيزة باروت. السفيرة الهولندية بالبلاد كارين بوفان هي الأخرى أكدت الالتزام الكامل لبلادها بتنفيذ الوعودات التي قطعتها لتشاد، وأن هذه البادرة تعتبر خطوة أولى في ذلك، وأن تشاد تعد أحد الدول التي تتمتع بعلاقات أزلية ومتينة مع بلادها مملكة هولندا. ممثل رئيس الوزراء وزير التجارة محمد حامد كوا وخلال كلمته الافتتاحية لهذه المناسبة أكد بأن الحكومة التشادية قد تعهدت في إطار الخطة الوطنية للتنمية المرحلية 17-21 على ترقية المشروعات الصغيرة من أجل النهوض بالبلاد نحو التنمية الشاملة، وأن هذا الملتقى يأتي في إطار تعهدات المانحين الدوليين خلال أعمال الطاولة المستديرة بباريس. إن هذا الملتقى الذي سيهتم بمناقشة قضايا دعم وتمويل المشروعات الاقتصادية المحلية الصغيرة سيتواصل لمدة 3 أيام متتالية. الأمين العام بوزارة الزراعة والري عبد القادر تجاني يترأس مناسبة عرض الحصيلة الشاملة للموسم الزراعي 2016-2017 بحضور فني الوزارة وشركاء التنمية. إشراق عبد الله.
بهدف عرض نتائج التقرير السنوي المتعلق بتقييم الوضع الزراعي في أقاليم البلاد المختلفة. التقرير الذي قدمه الخبراء الفنيون تضمنت 5 نقاط شملت حصاد الموسم الزراعي للأعوام الماضية ونسبة هطول الأمطار ومستوى الجفاف الذي ضرب بعض الأقاليم وأكز الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق الزراعية في شمال ووسط وجنوب البلاد، بالإضافة لعرض حجم إنفاق الحكومة في مجال الزراعة والري واستصلاح الأراضي الزراعية، سيما وضع آلية تقييم أكثر فعالية من شأنها السماح بتنفيذ المشروعات الزراعية في كاد. إلا أن الاجتماع الذي ضم مسؤولين من بعض المنظمات والمانحين الدوليين حيث ناقشوا خلاله المشاركون التعاون بين البلاد في مجالات الزراعة والري ومشروعات ما بعد فصل الخريف. الأمين العام بوزارة الزراعة والري والمعدات الزراعية: أولا نتيجة الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضي وبالمواسم الخمسة المواسم السنوات الماضية، وأيضا تقديم النتائج أيضا الموسم الرعوي، يعني الحالة الرعوي في مجال الثروة الحيوانية، وتقديم نتائج برضو قامت بها وزارة الصحة العامة في مجال التغذية، علما بأن الاجتماع ضم فني الوزارة وشركاء التنمية بالبلاد.